جولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري، حضرة رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني، السيدات والسادة الحضور الكرام. منذ انطلاقتها في العام 2007 تسعى جرين سيدر لبنان إلى المساهمة في الاستجابة للكارثة البيئية التي تضرب غابات لبنان بسبب الحرائق والزحف العمراني والمقالع والمرامل والمكبات العشوائية التي تقضي تدريجياً على مساحة واسعة من الغابات في لبنان. نفذت جرين سيدر لبنان العديد من البرامج التي هدفت إلى حشد التأييد والتوعية وجمع التبرعات والهبات من أجل إعادة تشجير المناطق التي بحاجة. اليوم نطلق هذه الحملة برعاية من دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري وبالشراكة مع المجلس البلدي لمدينة بيروت، وهي تندرج ضمن حملة تخضير المدن Making Cities Green من أجل زيادة المساحات الخضراء فيها، لا سيما في العاصمة اللبنانية، إذ نحن بأمس الحاجة إلى تحسين نوعية الهواء والبيئة وزيادة المساحة الخضراء في المدينة التي يعيش ويعمل فيها الغالبية العظمى من اللبنانيين والمقيمين. بناء عليه نحن اليوم نعلن التزامنا غرس 1500 شجرة سنوياً ضمن برنامج طويل الأمد يمتد لغاية 10 سنوات لنصل إلى زرع 10452 شجرة، أي ما يوازي مساحة لبناننا الحبيب، وذلك في مواقع تحدد مع البلدية على أن يتم اختيار الأشجار بناء على خصوصية المواقع المختلفة مع مراعاة التزام بكافة المعايير الهندسية والزراعية لجهة التنوع البيولوجي ونوعية الأشجار وعمرها وحجمها. ومن الجدير بالذكر بأن كافة الأشجار التي سيتم زرعها سيتراوح ارتفاعها بين 2 و3 أمتار، وسوف تنفذ جمعية الثروة الحرجية والتنمية الAFDC كافة أعمال الزرع والمتابعة خلال السنوات العشر بالتعاون مع البلدية. أخيراً أود أن أشكر كل من ساهم في إطلاق هذه الحملة، وأخص بالشكر كل من حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سليمي على مساعدته ليبصر مشروعنا هذا النور، مسؤول برنامج الطاقة والبيئة في UNDP الأستاذ إدغار شهاب على مساندته وتشجيعه الدائم، والشكر الأول والأخير لدولة الرئيس سعد الحريري الذي عودنا أن يكون الراعي الأول لكل المبادرات التي من شأنها أن تعطي الصورة الأفضل عن لبنان. الشيخ سعد بيمون وبيروت بتمون. ميرسي. أنا لا يسعني إلا أن أبارك بهذه المبادرة اللي حصلت بين مجلس بلدية بيروت وجرين سيدر لبنان، يلي هي فرصة ثمينة للتعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام ومع المجتمع المدني أيضا لتحسين الظروف المعيشية في الوطن اللي نحن عايشين فيه. بلدية بيروت عندها مشاريع كتير لزيادة المساحات الخضراء في بيروت، وإحداها بلشناها فورا بالسنة هاي اللي هي زرع 7000 شجرة في وسطيات شوارع بيروت كلياتها، والعمل ابتدأ فيها هيدي بهالسنة. طبعا في مشاريع تانية نحن لاحظناها بخطتنا، وهي تحسين وضع الحدائق اللي موجودة وزيادة حدائق جديدة أيضا في مدينة بيروت. أنا بدي أتشكر دولة الرئيس سعد الحريري يلي ما بس بيدعمنا بل بيضغط علينا لحتى نقوم بالمشاريع يلي بتليق بمدينة بيروت، ونحن إن شاء الله على العهد حنقوم بواجبنا وشوي أكثر. شكرا كثير. أول شيء بدي أشكر الجمعية، لأنه فعلا بدي أقول للناس أنه في أحلى من الخضار. أهم شيء الواحد لما يطلع بده ياخد يتنفس ولا يحس حاله مرتاح، يشوف الخضار بيرتاح نفسيا. ونحن ببلد عم يتراجع فيها الخضار اللي موجود بلبنان، فأنا بشكر الجمعية وبحث البلدية أنه تشتغل أكثر وأكثر لتشجير
مدينة بيروت، ونحن إن شاء الله هيدي خطتنا، ويجب أن الجميع يعمل على هذا الشيء. فهيدي إن شاء الله تكون بداية مباركة، وإن شاء الله أن نشوف بيروت كلها خضراء، لأنه فعلاً هذا الشيء يعني مهم للمواطن اللبناني، اللي حسب منظمة الصحة المفروض يكون بكل 9 متر مربع أظن يكون في للمواطن واحد. اليوم نحن أقل من متر مربع، يجب علينا أنه نحن نوصل يعني يصير ببيروت المعدل حسب منظمة الصحة العالمية أنه نوصل له. هذا الشيء يمكن يأخذ وقت، ولكن يجب علينا أنه نحط الأهداف، نحط ونعمل حتى نوصل له، مش نحكي عن الأهداف وما نقوم فيها. فاليوم الله يعينك علي جمال، وشكرا للجمعية، ويعطيكم العافية.